او رافينيا، رافينيا والتعادل يضيع على الهولدر ريال مدريد 1-0. ليفاندوفسكي هدف المضمون والموجود كاد يسجله الان. كره وكره من ليفا، ليفا بالراس وكره خرجت اوت. وجول 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 دالبا. اوت الكره للبولندي روبر ليفاندوفسكي. البارسا جول من فيران توريس. ماذا قلت لكم اللحظات؟ البارسا قلت لكم سيسجل لقطة هذه مع عودها.